السلام عليكم مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة اليوم إن شاء الله غنشارك معكم فتحة العنق ديال هاد الراندا هادي من بعد ما درت معكم الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث ودابا إن شاء الله غنديرو فتحة العنق قبل ما نبداو اخواتي ما تنساونيش من لايك للفيديو اللي ما في القناه تشارك مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه وحاولوا اخواتي تبارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا وباغيه تتعلموا ليها وشكرا لكم نبداو بسم الله بالنسبه لهنا اخواتي انا غندير معكم فتحه العنق من هاد البلاصه هادي بالنسبه لكم نتوما راه تقدر تجيكم في بلاصه اخرى او لفلون اخر المهم غنخدم معكم الفتحه يعني كيفاش تقسمو ياك وعاد من بعد غنوريكم كيفاش نقلبو باش نخدمو في حاله الا كانت جلابه انا الخدمه غنوقفها هنا وغندير معكم فتحه ديال العنق بالنسبه لهذا اخواتي انا راه غير طرف ديال الثوب درتو مفتوح درت لكم هاد الالوان اللي قدروا يبانوا لكم هكا في التصوير باش نطبق هذا الموديل الاخوات اللي طلبوه نتمنى ان الشرح يكون واضح نتمنى الصوره تكون واضحه المهم انا غنوقف هنا وغندير لكم فتحه العنق مهم هنا راه تسالي ليا الحرير راني ركبته بالنسبه لهاد الراند هادي اللي تشوفوا راني خدمتها بالحرير مبروم على جوج شهرات البرا خدموا بالبرا النمرة ستة غنحيد الحرير هاد الحرير هذا من اللي خدمت فوقه وغنكمل السطر ديالي عادي ها انتم هنا راني وصلت لهاد العوينه الاخره يعني جبتها لعند عند التوب غنشد في التوب ونرجع مع السطر غنضرب الضربه الاولى نحسبوا هاد العوينات ها وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة نفتح هاد العوينة اللي غنخليو هي سبعة وغنشد هنا هي تمنية سعود عشرة حداش تناش تلتاش ربعتاش ها خمسطاش. 16. بالنسبة لهنا أخواتي دائما في العوينة الأخرى لويو على البرا جوج مهم العرض ديال هاد الراندا هو تنين وتلاتين عين ملي غنقسمو على جوج غتجينا ستاشر عين في الجهة وراهني جاتنا في ديك العوينة اللي الوسط مهم خدمت ستاشر عين غنرجع دابا مع السطر عادي العوينة تنخدم فيه معادي. والخيط اللي فيه عوينة تنعمر فيه جوج ضربات دابا هنا راه بغينا نديرو السهم الرابع عندنا هنا اربعه الاسهم بهذا اللون صافي السطر اللي قبل من هذا ديال دوك العوينات يعني داك السهم الاول راني ساليتهم دابا غنجيب السطوره ديال السهم الثاني نرجع دابا مع السطر نخدم العوينه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه صافي ننقذ عوينة. نشد هنا نضرب الضربه الاولى الثانيه ثالثة، رابعة. الخامسه السادسه نخلي عوينه ونشد في اللي حداها. هنا تنخدم هاد العوينات اللي بقاو والعوينه الاخرى غنلوي جوج لويات على البرا باش تجيني الراندام قاده ما تجينيش من هاد الجهه مكمشه نرجع مع السطر عادي هنا اخواتي راه حنا غير قسمنا الراندا المهم هذه الطريقه اللي تندير انا في الفتحه ديال العنق ما تنخرج الثوب لبرا وتنقسم قياس واحد سنتيم وعاد تنقلب باش تجيني الخدمه مزيانه خصوصا الا كانت عندكم هكا شي زواقه أو لا شي رشمه المهم تتقسموها بعدا تشوفوها شحال جا فيها أو لا كيفاش جات وديك الساعه ملي تتقلبوا راه تتشدوا دوك النصاص كل نص تتبعوه كيف ما بديتوه هنا راه جاتنا 16 عين ما طيحنا حتى عوينه هنا غنديروا 16 والجهه الاخرى 16 هي 32 هنا اخواتي هاد العوينات اللي في الجنب ديال الثوب تنبقاو نقصوا منهم كل سطر تنبقاو نقص عوينه وتنجيبوا عاوتاني داك السطر ديال العوينات اللي عند الثوب هنا اخواتي في هذاك السهمره دائما تيبقاو لنا سته الضربات مي مع نخدم في دوك الست عوينات ونفتح عاوتاني عو عوينه 1 2 3 4 هذا هو السهم الرابع صافي نخدم هنا هاد العوينات العوينه الاخرى من لويت على البرا ونرجع مع السطر رجعوه عادي اخواتي خدموا في العوينات عادي حاولوا تهزوا العوينه كامله الخيط اللي منقزن فيه عوينه آه عمروا فيه جوج ضربات صافي هنا نخدم عادي المهم دابا راح نقسم الراند على جوج نعمر هنا جوج ضربات وهنا نخدم هاد العوينة اللي بقاو نحاول نهزو العوينه كامله صافي ونشد في التوب نرجع مع السطر واحد جوج ثلاثه وننقز عوينه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة. ستة. ونقز عوينة. واحد. جوج. تلاتة. أربعة خمسة. في العوينة اللي اخررت الوجه صافي سافي اخوتي راه قسمت. غادي نحبس هنا وندوز للجهة اللي لتحت او التاني نخدم نفس هاد القياس. باش نقلبو ان شاء الله التوب ونكملو الخدمة ديالنا غنجي هنا نفس العوينة. شفتو? فين وقفت? عن فيها الحرير نهز هذه العوينه ديال الحرير ونخدم نخدم في العوينه الاولى تنتبه بعد على الزواقه الثانيه هي اللي نقص الثالثه هذه الرابعه الخامسه سادسه سبعه ثامنه تاسعه العاشره 11 12 تلتاش اربعتاش. خمستاش ستاش ستاش العوينة نشد في التوب ونرجع مع السطر هنا سنرجعو مع السطر عادي غير كنعمرو دوك الخويطات نضرب هنا جوج ضربات ونخدم هنا في هاد العوينات عادي نحسب هاد العوينات واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش تناش تلتاش ربعتاش خمسة ستاش صافي هي ستة عشر عين نكمل دابا الخدمة عادية نعمر في الخيط جوج ضربات وهنا اخواتي العوينة الاخرى غنلوي جوج لويات على البرا صافي ونرجع مع السطر نخدم في هذه العوينه عوينه كيف ما خدمنا اخواتي في الجهه الاولى غنخدموا هنا المهم راه على جوج هنا غنفتح هذه العوينه ونخدم هنا نبقى غادي يا اخواتي بهذه الطريقه حتى نخدم نفس القياس اللي خدمت الفوق ديك الساعه غادي نقلبه. هاد السطر تراجعوا فيه عادي حتى الخيط للخيط تنعمر فيه جوج ضربات نعمر هنا جوج ضربات نخدم في هاد العوينه هنا نلوي جوج لويات على البرا مازال ما خدمتش غنزيد نكمل نفس القياس اللي خدمت الفوق المهم غنزيد هاد السطر هنا اخوات راني مسرعه عليكم شويه الفيديو المهم تحسبوا هذه هاد العوينات هادو اللي غادي بحال ملي ولي عندكم نفس القياس غتحبسوه انا غنفتح هاد العوينه والزواقه راه غاديه هي هي الزواقه كي زواقه اخرى صافي كملت السطر غنحسب معكم هاد العوينات واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة باقي لي اخواتي نشد في التوب ونطلع معها هاد وننزل انا كملت اخواتي صافي وخليت الحرير عند التوب راني زدت كملت السطر اللي كان خاصني صافي دابا نقلبوا التوب باش نقلبو الرانده راح نقسمنا دابا غنقلبوا نتبتوا التوب تشد في الجهه الفوقانيه تنشد حتى داك الثوب الفوقاني صافي بغيتو تخدموا في الجهه الفوقانيه خدموا بغيتو تخدموا في الجهه التحتانيه خدموا بحال بحال نخدموا في هذه هاد الجهه هذه انا شديت في الثوب غنرجع مع السطر جوج ثلاثه نعمر هنا المهم هاد السطر غير تنعمروا فيه غنخدموا عادي نزل مع السطر هنا اخواتي أنا مع الخدمه خاص تشوفوا غير الطريقه ومن الخدمه راني فايته خدمه معاكم غير حاولوا تراجعوا القناه وتشوفوا الفيديوهات اللي قبل باش تفهموا الطريقه مزيان داكشي علاش هنا راني مسرعه شويه الفيديو راه ماشي انا تنخدم بهذه السرعه راه غير الفيديو مسرعه باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف حقاش هاد دائما هاد الفيديو اللي تكون فيه مفتحه العنق تيجي طويل بزاف قاش نخدمو الجهه للفوق والجهه للتحت مهم نجت هذه هاد الضربه هذه ونرجع مع السطر هنا راه معقلب لنا هذه الجهه اللي تخدم فيها دابا راه من اللي كنا تنخدموا من الجهه الاخرى هي اللي كانت لتحت ونحيدها واحد الحريط خليه هنا صافي غادي نخدم هنا ونفتح عوينه نخلي هاد العوينه ونجي اللي حداها نضرب ست ضربات واحد جوج ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. نخلي عوينا ونشد في اللحدة. واحد. جوج. ثلاثة. ونشد في التوب. نرجع مع السطر. واحد. جوج. نعمر هنا جوج. نضرب هنا واحد. جوج. ثلاثة. اربعة. خمسة. نعمر هنا جوج ضربات نخدم في هاد العوينة عادي حتى نوصل لاخر عوينه ونلوي جوج لويات على البرا ونرجع مع ستار. واحدة. وحده جوج ثلاثه ربعة خمسه سته نخلي هاد العوينه ونشد في واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ونخلي هاد العوينة ونشد في اللي حداها نخدم هنا هاد جوج عوينات اللي بقاو صافي غنحيد هاد الحرير ولا قصير وغنركب خيط آخر نجي لفوق آخر ضربة نثبت الحرير نزيد العوينة ديال الحرير نزيرها مزيان صافي ونشد في التوب ونرجع مع السطر عادي هنا اخواتي ترجعوا غير في دوك العوينات والخيط اللي منقزل فيه عوينه تنعمروه بجوج غنبقى غادي نخدم بهذه الطريقه المهم بغي نوري لكم هنا الوسط كيفاش غادي نطيحوا هادوك الدريجات نحسبو هاد العوينات واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمنيه صافي دابا هنا فين كنا في السطر فين كنا تنفتحوا عوينه اخرى ولكن حنا دابا صافي كملنا هاد الاسهم هادو خاصنا نديرو غير ديال الاسهم درنا واحد جوج ثلاثة اربعة صافي دابا غنبداو نطيحو في العوينات باش نديرو دوك الدريجات باش ندخلو عاوتاني هذاك اللون الغوص نخدم العوينه الاولى الثانيه الثالثه الرابعة خمسة صافي خدمت خمسة ديال العوينات ستة ما خدمت فيها ولكن ملي غنبدا راجعة غيجوني ستة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ها ستة صافي ونفتح عوينة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة صافي نخلي هاد العوينة ونخدم هنا نشد في التوب ونرجع مع السطر نعمر هنا نضرب جوج ضربات نخدم في هاد العوينات نعمر في هاد الخيط ونخدم في هاد العوينات ما نخدمش العوينة الاخرى ونرجع واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة نخلي هاد العوينة ونشد في اللي حداها واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة صافي دابا كملنا دوك العوينات غنخدم هاد السابعة صافي في التوب غنرجع اخواتي تاني بنفس الطريقه دابا هذوك العوينات اللي شديت في في الاخر اللي عليهم نشد في التوب سبعه غنبقاو كل سطر نقص عوينه وحتى دوك العوينات السته غنبقاو حتى كل سطر نقصوا منهم عوينه حتى تبقى عندنا في الاخر غير عوينه واحده هنا غنخدم العوينه اللخرة ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر نضرب ست ضربات واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة نخلي عوينة نشد في اللي حداها واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة هاد ستة اللي عوينات سطر اللي وراها هدا غنضرب غير خمسة سطر اللي وراها ربعة وسطر اللي وراها تلاتة حتى في اللخر نجيب هاد السطر الثاني ديال العوينات حتى اللي عند الثوب ونبقى نقص تنظن اخواتي الطريقه راه سهله غنبقى نخدم بنفس الطريقه حتى نكمل ونرجع لكم قبل ما نكمل اخواتي غادي غير نوري لكم هنا باش الاخوات اللي يلاه باديات يفهموا هنا وصلنا هاد العوينات اللي عند الثوب غنرجع مع هاد السطر عادي خاص حتى هذيك الرانده نجيبوها حتى هي اللي عند الثوب غنخدم في الاخر غنطيح عوينه ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر واحد جوج ثلاثة ربعة دوك العوينات حنا كملناهم خمسة ستة سبعة صافي ونشد في التوب ونرجع مع السطر صافي ما عندنا العوينات دابا بقات عندنا غير هاد الراندة هاد الراندة حتى هي بنفس الطريقة كل سطر نقص عوينة حتى تبقى عندنا في الاخر غير عين وحدة نرجع نشد في التوب نرجع مع السطر وفي الاخر نطيح عوينه نعود نرجع مع السطر نشد في التوب ونرجع واحد جوج ثلاثة ربعة العوينة الخامسة ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر نشد في التوب ونرجع مع السطر واحد جوج ثلاثة الرابعة ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر نشد في التوب ونرجع واحد جوج التالتة ما نخدمش فيها ونرجع نشد في التوب نخدم في عوينة الثانية ما نخدمش فيها ونرجع صافي اخواتي بقات لي عوينة واحدة ندخل الحرير في التوب وصافي شفتو اخواتي كيفاش نكملوا تجينا رنده بحال هاكا انتم عندنا ربعة الاسهم غندوز معكم دابا الجهة التحتانيه القسمه راح قسمنا دابا قلبنا غادي نخدم معكم واحد شويه هنا نكمله في البلاصه فين حبسنا الحرير هي في الحقيقه راه هاد الجهه تتخدم بحالها بحال الجهه الاخرى غير معرفش الاخوات علاش الجهه اللي ما تنخدموش معاكم تجيكم صعيبه هي راه بحال بحال نرجع دابا فهاد العوينات في دلعوينات. الخيط اللي منقزه في عوينه نعمر فيه جوج صافي ونكمل الخدمه في هذا السطر عادي حتى لهنا غنضرب جوج ضربات ونخدم في هاد العوينات صافي نشد في الثوب نرجع نضرب جوج ضربات ونفتح عوينه واحد خاصني نجيب هاد العوينات نوصلهم لعند التوب وحتى دوك العوينات الاخرين خاصنا نجيبهم جوج ضرب ثلاثة أربعة خمسة ستة نفتح عوينة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة العوينة السادسة نلوي فيها جلويات على البرا ونرجع مع السطر نرجع فهاد السطر كله الخيط اللي منقزن فيه عوينا نعمرو فيه جوج ضربات نخدم في العوينات هنا نضرب جوج ضربات صافي نخدم في جوج عوينات هنا الحرير ولا قصير غادي نركب خيط اخر الحرير راه مبروم على جوج شعرات والحرير دائما تبقى اختياري وعلى حسب الطالب. نجي لفوق اخر ضربه نثبت الحرير نهز العوينه ديال الحرير ونزير هذيك الضربه مزيان صافي نشد في الثوب نضرب هنا ضربه واحده ونفتح عوينه وهنا تنضربوا دائما ست ضربات كل سهم فيه سته ديال الضربات غير نضرب ست ضربات ونفتح عوينه واحد جوج ثلاثه ربعة خمسة ستة صافي العوينة السابعة ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر غنبداو عاوتاني نطيحو في دوك العوينات بنفس الطريقة كيف ما درنا في الجهة الاخرى وبالنسبة لدوك العوينات اللي جايين ميلين بحال راه غنجيبهم حتى هما لعند الثوب هنا اخواتي صافي راه غتكملوا واقيلا بنفس الطريقه كيف ما خدمت الفوق نشد في الثوب نفتح هاد العوينة الأولى صافي وغنضرب عاوتاني ستة ديال الضربات ونفتح عوينة وفي السطر الأخر غنضرب عاوتاني ستة هما تيبقاو سبعة غنخدم غير في ستة والعوينة الأخرى غنطيحها المهم غنبقى كل سطر نطيح عوينة ونكمل دوك السطورة ديال دوك العوينات غنجيبهم لعند التوب صافي غنبقى نخدم اخواتي بنفس الطريقه كيف ما خدمت في الجهه اللي الفوق العوينات اللي غنبقى نخدم فيهم حتى يجيو لعند التوب صافي اخواتي باش ما نطولش عليكم غادي نخدم ونرجع ليكم راني كملت اخواتي بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم من قبل غندوزو دابا لهاد اللون هذا غنجيو لهنا هانتوما غنجيو لهاد العوينه هذه اللي شدينا فيها هاد الضربه هذيك العوينه غنتبت فيها الحرير نهز العوينه ديال الحرير ونجي لهنا لهاد العوينه نلوي جوج لويات على البرا ونرجع نخدم هنا في هذا الخويط وعاد غنجي للدريجة الاولى نشد فيها ملي نرجع ندير الزياده ملي نخدم في هذه العوينه نلوي جوج لويات نرجع مع السطر نخدم في العوينه الاولى العوينه الثانيه ونشد في هذه الدريجه هذه ضروري من الزياده نديرو الزياده ونخدم جوج عوينات اللي كانوا بهذيك الزياده هي ثلاثة دائما هنا في العوينه الاخرى تنلوي جوج لويات على البرا نرجع في هاد ثلاثه ديال العوينات ونشد في هاد الدرجه وندير الزياده هي واحد جوج ثلاثه العوينه الرابعه نلوي جوج لويات على البرا ونرجع مع السطر نخدم في هاد العوينات بربعه ونشد في الدرجة نرجع ندير زيادة. واحد جوج ثلاثة ربعة العوينة الخامسة هي الأخرى نلوي جلويات على نرجع في هاد خمسة العوينات ونشد في هاد الدرجة. نبدأ راجعة ندير زيادة هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة الوجه لويت على البرا دابا كملنا ستة ديال العوينات غنرجع فيهم تنبقاو نخدمو أخواتي تزا السطر للسطر اللي فيه سبعة ديال العوينات دابا هانتوما شتيت فهاد الدرجة غندير زيادة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة العوينة السابعة ما نختمش فيها ونرجع في هاد ستة العوينات احنا السهم دائما اخواتي راني قلتها لكم من قبل في ستة ديال العوينات من اللي وصلنا للسطر اللي فيه سبعة تنخلي والعوينة السابعة وترجعوا في ستة ندير الزيادة هي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة العوينه السابعه ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر تراجعوا في ستة ديال العوينات نشد في هاد الدريجة ندير الزيادة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة صافي ونرجع تاني مع السطر تنرجع في ستة ديال العوينات سنوصل عاود عاوتاني لعند الدرجه غنقاد هنا اخواتي هاد العوينه غير ما شديتش فيها مقاده المهم نحاول نهز العوينه كلها ماشي نهزوا غير نصها راه تبقى تبان راندا ما صافياش صافي نشد في هاد الدرجه نرجع ندير الزياده واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ونرجع مع السطر السابع ما نخدمش فيها المهم اخواتي راه نتوما هنا الخدمه تبقى تعاود غنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى نطلع مع دوك الدريجات كلهم وملي نوصل عاوتاني لعند التوب غنبقى نطيح في دوك السته ديال العوينات غير عوينه وحدة غندوز معكم دابا للجهه الاخرى غادي نوري لكم غير كيفاش نبداوها ومن بعد اخواتي غادي نخدمهم ونوريهم لكم كيفاش جاوا غنركبوا خيط جديد وغنجي لهاد العوينة هانتوما رحنا تنكونوا جايين مع السطر ياك. فين وقفت الخدمة آخر ضربة فين ضربت آخر ضربة ورجعت في نفس الضربة غنشد الحرير يعني غنثبت الحرير وعاد نجي لهاد العوينة اللي بقات وما تنسوش أخواتي في هاد العوينة الأخرى تلوي جوج لويات على البرا ونرجع في هاد العوينة ونمشي نشد في الدريجة الأولى شفتو نرجع مع السطر ندير الزياده ونخدم في هذه العوينه جوج لويات على البره ونرجع مع السطر نخدم في العوينه الاولى العوينه الثانيه ونشد في هذه الدريجه ملي نشد فيها نبدا راجعة ضروري نديرو الزياده ونخدم في هذه العوينات اللي كانوا من قبل يعني المجموع ثلاثه ديال العوينات هنا نلوي جوج لويات على البره ونرجع مع السطر العوينة الأولى العوينة التانية العوينة الثالثة ونشد في هاد الدرجة نرجع ندير الزيادة نرجع في هاد السطر هذا العوينة الأخرى نلوي فيها جوج لويات على ونرجع واحد جوج ثلاثة العوينة الرابعة ونشد في هاد الدرجة ندير الزيادة واحد جوج تلاتة اربعة خمسة جوج لويات على البرا نرجع مع السطر نشد في هذا الدرجة ندير الزيادة واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة نلوي جوج لويات على البرا نرجع مع السطر تبقى تخدمو أخواتي حتى توصلوا للسطر اللي ولي عندكم فيه سبعة ديال الضربات تخدمو ستة وترجعو نشد دابا في العوينة ندير الزيادة هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وباقا السابعة ما نخدمش فيها ونرجع في هاد ستة العوينات نشد عاوتاني في هاد الدريجة وندير الزيادة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ونرجع مع السطر غنستمر اخواتي بنفس الطريقه كل سطر نقص في عوينه ونبقى ندير الزياده حتى نكمل عاوتاني هاد الدريجات حتى الفوق غنخدم اخواتي ونرجع نوريكم راني كملت اخواتي بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم بقيت ننقص في دوك العوينات حتى وصلت لعند التوب الشده الاولى في التوب ملي تراجعوا راه الزياده ومن بعد تنبقى نقص حتى في دوك سته العوينات حتى كملتهم صافي دخلت الحرير في التوب وبنفس الطريقه غتجيو عاوتاني تركبوا اللون الاول اللي بدينا به تجيو لهاد العوينه شفتوها خواتي. راه حنا ضربنا فيها الضربه السادسه ورجعنا تماك فين تتشدوا صافي غتبقاو ثاني طالعين بنفس الطريقه كيف ما درتوا في هاد اللون الغوز غتبقاو طالعين مع دوك الدريجات ولكن السطر اللي رجعت فيه انا هنا في الغوز غتعاودوا نتوما تفتحوا عوينات باش تخدموا بحال هاد الشكل هذا ندير هادوك العوينات بحال اللون الشيبي والزرق نفس الطريقه اخواتي ضروري اخواتي اللي بغيتو تفهموا هذا الموديل حاولوا تشوفوا الفيديو الاول والفيديو الثاني والثالث وهذه فتحه العنق المهم هذا الموديل هذا راني درتو للاخت اللي طلبات ليا درتو ليها في هذا التوب هذا هذا الشي كامل اخواتي راني خدمته غنحلو هاد الخدمه كامله اخواتي انا تحت الطلب ديال متتبعه بغات هاد الراند هادي وتبعت معاها من الاول حتى الاخر بديت لكم في الاول كيفاش تبداو كيفاش تقطعوا التوب الفيديو الثاني كيفاش ديروا هذوك السطوره وكاين الفيديو الثالث والرابع هو هذا اخواتي انا درت لكم كيف فتحه ديال العنق انا حاولت ندير هاد اللون هذا مفتوح اللي بان لكم في التصوير وهذا الشيء اللي كاين اخواتي ما تنساونيش من لايك للفيديو اللي ما مشاركش في القناه تشارك مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه شكرا لكم السلام عليكم